بوكس خدهم معاه عشان يشيل معاه حمولة، والأول والآخر غدر أبوه. حسب الله ونعم الوكيل، حق ما هم حرموكي يا حبيبتي من أبوكي بدري، منهم لله يا رب. أنا ماليش إلا أنت تخلص لي حق محمد، ده وحيد ماليش إلا هو، وخارج يجري على أكل عيش. وفي اليوم دي تعبان، في اليوم دي تعبان، في اليوم دي تعبان. وجي اتصل على اخته وقال لها يا ياسمين في يوم الحادثه قولي لامك انا هعدي عليها الليله دي، تعبان وهعدي عليها اشوف. وبعدين جت قلقت وخرجت بالليل قرب الساعه 1 بالليل اخرج، قلقت عليه لقيته ما جاش زي ما هو بقى يجي لي كل عادي. قلت يمكن يكون جه من الشغل وروح ايه شقته وهيبقى يصبح يجي لي. جت انا لما قلقت خرجت الفجر سرحت على اكل عشي، وجت ابص بردك لقيت الخبر جالي واني في الغيط بجمع قتي. لقيت صاحب الشغل بينادي عليا وبقول نعمه فين نعمه فين، ردت على ان كنت خايفه لا يكون في ورايا حاجه. يقول له روحي، قلت ان قال لي روحي قلت الرزق بالله، قال لي روحي روحي فيه مش عارفه مين اللي تعبان في البيت. جات لقيت الناس على الصفين، لما لقيت الناس على الصفين قالوا استعوذي ربنا في محمد. طب ازاي، طب ازاي استعوذ ربنا فيه ومحمد حصل ايه؟ انا لاخر لحظه كنت فاكره ان محمد حد خبطه حاجه كنت بسيطه فاكرها متعور. وحاجه بسيطه اه ومتعور. اجي ابص يقولوا اصحابه يعملوا في العمايل دي، لا انا عاوزه حق ابني، حق ابني لازم يجيلي. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي مباشر من مصر معاكم النهاردة، وتغطية جديدة من داخل محافظة الدهلية وتحديدا مركز ومدينة أجا بمحافظة الدهلية، وجريمة قتل بشعة. محمد حامد عمره 24 سنة، متجوز من 3 سنين، بنته شهر سنة وثلاث شهور. كان بيشتغل وبيتعب وبيشقى عشان يصرف على بنته ويعمل لها مستقبل. وكان في لله زمايله مش لاقيين شغل، اخدهم معاه يشتغلوا شيالين في المصنع اللي هو شغال فيه. وكان تعبان في اليوم ده طبعا، محمد اخدهم معاه حمولة هيوصلها لاحد الاماكن، اخدهم معاه عشان ينزلوا الحمولة معاه لانه كان تعبان، هو كان شغال سواق. اخدهم معاه ودى الحمولة، جاب العهدة، وهم في الطريق طعنوه في الرقبة ودبحوه والقوه في محافظة غير المحافظة، رموه بمركز سمنود بمحافظة الغربية. محمد اختفى عن البيت يومين، الاهل قلقوا عليه ما يعرفوش محمد فين، اتغيب ليه، مع ان كان في مكالمة بينه وبين زوجته قبل ما يموت بنص ساعة، قال لها نص ساعة وراجع. محمد ما رجعش، الزوجة قلقت، راحت المصنع، شافت الكاميرات، شافت الاتنين صحابه اللي من قرية قريبة منهم، من قرية قريبة من قرية محمد، شافتهم في الكاميرات، سألتهم جوزي فين؟ قالوا لها ما نعرفش ما شفناهوش. ومن هنا كان بدأ شك الزوجة. لما راحت المصنع جابوا العمال أخدوهم راحوا وسلموهم للشرطة، ومن هنا بدأ الخيط وبدأ العثور على محمد، مطعون طعنة في الرقبة ومذبوح في الرقبة، لأنه كان في الوقت ده محافظ على العيش والملح وعايز يوفر شغل لأصحابه. وجريمة قتل بشعة تشهدها قرية بقطارس. والد محمد معاكم النهاردة في حالة من الألم والحزن والحسرة، هنعرف منه تفاصيل أكتر عن الواقع. بقول لك محمد كان راجل سواق أرزاقي، وكان طالع لأكل عيشه، يعتبر ده واخد بالك شهيد. وأطلب من هيئة القضاء العالي بعدم المتهمين، لأن أنا عاوز أطلب بحق ابني، لأن إحنا ناس أرزاقية. ابني ما عملش مشكلة مرة مع أي بني آدم، ولا بيشرب سيجارة ولا له في مخدرات ولا له في أي حاجة خالص. كان طالع على اكل عيشه في اليوم ده، كان تعبان التلات اللي هو ميت الخميس بالليل. يوم التلات ما قابلني وانا راجل شغال، انا راجل تاجر خضار، قابلني اتكلم معايا شويه،
يا محمد انت هتجي لي امتى؟ قال لي يابا هاجي لك الجمعه. الجمعه اللي هو صباحيتي اتقتل فيها. اتقتل فيها. ببص انا كنت رايح اجيب شويه زرع تاني يوم الجمعه الصبح، ما هو اتقتل. لقيت جالي تليفون من فاطمه باخته الكبيره اللي هي ورا منه. رنت على مراتي قالت لها ابويا فين؟ قالت لها لا يا فاطمه، قالت لها محمد الدبح. الدبح الدبح الدبح. طلعت على مركز اجي واخد بالك، لقيت الشرطه برضه جابت المتهمين. سمعت اللي هم جابوا المتهمين، وكل قعدنا من الساعه 9 الصبح لما الساعه 4 بعد صلاه العصر ما نعرفش حاجه عن محمد، والحكومه مخبيه علينا. انتوا كنتوا عملتوا في الوقت ده محضر تغيب؟ لا، قال لك بعد 4. مراته بقى راحت تعمل محضر تغيب يوم الخميس، قال لها بعد 24 ساعه لغايه ما اللي اتدبح يتدبح واللي يموت يموت. مراته راحت تعمل محضر هو ونسيبه قال لها بعد 24 ساعه. يعني القصه كلها هنقدر نقول دلوقتي ان هي مع الزوجه، هنسيبك دقيقتين ونرجع للزوجه ونتكلم معاها في تفاصيل اكتر عن الواقعه. احكي لنا بقى يعني امتى اتغيب جوزك؟ ايه اخر مكالمه كانت بينك وبينه؟ ايه اللي حصل؟ اخر مكالمه، قرب المايك منك بس. اخر مكالمه بيني وما بين محمد كانت الساعه 1:03 دقايق بالظبط. بالليل في الوقت ده. هو كان خارج من امتى؟ هو كان خارج من الساعه 9 الصبح، رايح بقى على شغله. رايح على شغله عادي، بيوزع السكر والزيت اللي هو بيوزعه زي شغله عادي. تمام. والنقله دي كان متحرك منها من الساعه 4 العصر. تمام. المفروض يرجع محمد الساعه 12 بس اتاخر شويه عشان على لما جابوا الفلوس. جابوا ال 200,000 جنيه. على لما جاب الفلوس خرج من عند الراجل، كانت الساعه 1:03 دقايق بالظبط. قال لي يا زينب انا يا دوب اتعشى انا واصحابي ونص ساعه هتلاقينا عندي كام عشان نروح. بالظبط كانت الساعه 1:03 دقايق. قعدت اتكلم معاه شويه، قلت له انت تتعشى من غيري، وقعدت اتكلم معاه وقفل. مفيش ما ارتحتش. قلت له انت معاك مين؟ قال لي معايا حموده. حموده دي صاحبه اللي عمل في كده. قلت له يا محمد انت معاك حموده؟ قال لي قلت له خلاص ماشي. قال لي انه قدامي نص ساعه وجاي لك. بعدها مفيش بدقيقتين برن عليه التليفون اتقفل. ارن عليه التليفون مقفول. انا قلت اسيبه عادي يمكن لسه جاي في الطريق. واحده جابت اتنين وجابت تلاته. مش عوايدك يا محمد انت تتاخر كل ده. خدت بعضي ورحت للشغل. تاني يوم الصبح بقى؟ لا، الساعه 3 الفجر. اتحركت على الشغل. اتحركت على عند الحاج صلاح. مش تمام. مكان شغله. يا حاج فين محمد؟ قال لي انا برن عليه التليفون مقفول من شويه، يمكن محمد خد الفلوس هو ومراته وروح. قلت له مين مراته؟ داني مراته. قال لي خلاص رني على الجماعه هناك في البيت يمكن محمد روح. انا رنيت عليهم في البيت اللي انا قاعده فيه، قالوا لي لا محمد ما جاش. قعد بقى ويقول لي طب استني وما نشوف الدنيا فيها ايه. انت تعرفي حد معاه؟ قلت له كان واخد حموده. راجع الكاميرات جابوا لي حموده ومعاه. خد بعضه وراح عند الحاج صلاح لغايه حموده وجابه لي. حموده جه وكل عادي، قال لي انا نايم، محمد منزلني من شويه شنيسه ومشي. طب نزلك فين؟ قال لي نزلني في الدير. قريه جنبكم يعني؟ قريه جنب شنيسه. تمام. يعني لما هو نزلك في الدير يا حموده ما بينه وما بين الشغل مش مكمل بالظبط 3 دقايق، كان ادى الفلوس ومشي. قال لي لا ده هو رايح مع واحد صاحبنا تاني. انا ما اعرفش بقى مين صاحبهم ده. هو ابن عمة حموده. انا رايح مع واحد صاحبنا تاني اجى يشربوا شاي وجاي. طب مين صاحبه ده؟ قال انا ما اعرفوش، اسمه محمد ابراهيم. رايح بابا رد عليه قال له طب انا ادور على محمد ابراهيم مين ده؟ طب قول لي شهرته ايه؟ طب يقرب له ايه ولا تبعه مين؟ قال له ما اعرفش ده صاحبه. رديت انا على حموده قلت له كده انا هروح اعمل محضر. صاحب الشغل قال له روح اعمل لي محضر تغيب لجوزك. طب بقى له 3 ساعات. حموده قام رايح قايل الولد اللي كان معاه من شنيسه من هنا. طب فين بيته؟ ورانا بيته. رحنا لغايه عنده ورحنا لغايه بيته ورحنا عمه اللي جه معانا. عمه قال لنا انا ما اعرفش حاجه عنه. ادانا الرقم ورن عليه الحاج صلاح قال له ما اعرفش وقفل التليفون. حموده اللي فضل معانا يمين شمال هو كل ده بقى. وانت على نار في وانا قاعده مع حموده بيتكلم معايا عادي ما فيش حاجه، وانا قاعده على نار بقى ورن على محمد تليفونه مقفول. طب قول لي هو فين يا حموده؟ ما مش من عادة محمد ان هو متاخر ولا ليه في سيجاره ولا ليه في بيات بره ولا ليه في سهر ولا ليه في اي حاجه. صاحب الشغل قال لي خدي بعضك
وروح اعملي محضر وقول اللي كان معاه اتنين اصحابه خدي اساميهم. بالفعل رحت لغايه المركز قالوا لي مش هنعمل له اي حاجه، ما ينفعش يتعمل محضر غير بعد 24 ساعه. افرضي جوزك سهران في صح، اه تمام، افرضي كان بيعمل حاجه يصحى من السهره يلاقيك عامله له قضيه. تمام. قلت له طب هو ما بيسهرش؟ قال لي بس اصبري لغايه ما يعدي 24 ساعه اللي يقدر يجي يعمل بعد محضر. بعد 24 ساعه عملت ايه بقى؟ خليك بقى معايا. اللي يقدر يجي يعمل محضر الحاج صلاح بعربيته وفلوسه. الحاج صلاح مين اللي معاه؟ حمود. قال له طب تعالى بقى معايا نروح نعمل محضر. اللي رن عليهم الولد اللي اسمه محمد ابراهيم التاني، رن على الحاج صلاح قال له داني في سندوب ومعايا الفلوس، عاوزه تعالى خدها. يروحوا سندوب ما يلاقوش، يروحوا هنا ما يلاقوش. لف الحاج صلاح لف عليه، في الاخر لقوه في كفر ديارب. الحاج صلاح لما عرف اللي هو في كفر ديارب جاب الحكومه وراح كفر ديارب، جاب الحكومه وراح كفر ديارب، خدوهم هما الاثنين من عند جدي اللي هو اسمه محمد ابراهيم بالفلوس. راحوا هناك بقى، واحنا والحاج صلاح داخل يعمل محضر ومع الاثنين. وقتي في الوقت ده بقى اعترفوا، الوقت ما فيش مكملين بالظبط 10 دقايق عرفنا اللي هم اللي خدوا العربيه وعرفنا هم اللي خدوا الفلوس. طب فين محمد؟ قالوا بقى عملوا ايه في محمد؟ ما قالوش الا امتى، الا بعد ما خلص بقى الساعه بقت دقه 9 الصبح وبقت 10 وبقت 11 لغايه العصر يوم الجمعه، صباحيه الجمعه بقى من الصبح لغايه الساعه 4 العصر يوم الجمعه. ايه بقى اللي قالوه في المحضر او قالوا موتوا محمد ازاي؟ موتوه ليه؟ هم مش فايقين، هما مش فايقين، هما اللي قالوه مدبوح محمد مدبوح. اه دبحوه. رموه على الطريق ولا رموه في ترعه ولا رموه فين؟ ولا ما نعرفش اكتر. في بيت مهجور في سمنود، بيت مهجور في سمنود، في سمنود محافظه الغربيه. اه وهم جوه قالوا ده هو مضروب في الدير. رحنا بفعل الدير لقينا في دم وفي، يعني ضربوه هنا في الدير في القريه جنبه جنب شنيس. اه ضربوه هنا، ضربوه وخدوه رموه في محافظة الغربية، بيت المأجور في شنيس، ورموا العربية جنب منه وخدوا بعضهم ومشوا. لا إله في سمنود بهدلوه. أنا مش طالبة إلا إعدام الاتنين، حقه لازم يجي عشان هو ما عملش حاجة. وطبعا عشان هو مكلمني في التليفون وقايل لأصحابي جعانين أنا هعشيهم الاتنين وهاخد بعضي وأمشي وأجي لك يما نتعشى سوا. بقول له هتتعشى أنت وأصحابك يا محمد؟ قال لي أه هتعشى أنا وحمود. قلت له محمد من غيري؟ قال لي اه نتعشى انا واصحابي واجي عشان هم اللي نزلوني نقله من تعبي وكنت هدي لهم فلوس. قالوا له لا عشينا يا محمد. قال لهم اجيب لكم فول وطعميه ونمشي الدور؟ قالوا له لا احنا عايزين اكل حلو. جاب لهم كريبات وحاجه ساقعه وكل واحد فيهم كارت، وفي الاخر غزوه بهدلوا بعد ما يتعشوا معايا غزوه في رقبته. طلعوا اشتغلوا معاه، هو كان عايز يشغلهم عشان يجيبوا قرش يصرفوا منه. آه. ولكن هم طلعوا معاه طمعانين في فلوس، طمعانين في الفلوس اللي معاه. حموده دي بالذات كان بيرن على محمد بالليل يقول لابويا طاردني انا عايز محتاج فلوس منك يا محمد، كان يجي محمد يديله. كان صاحبه بالدرجه كان صاحبه كان بص لو رن عليه محمد في الحمام كان بيخرج من الحمام يرد عليه. شفت لدرجه ايه؟ كنت كان بيرن عليه حمود اقول له محمد في الحمام، محمد يطلع ياخد مني التليفون ولا ترن على صاحبي ده صاحبي، يروح له الساعه 3 بالليل شنيس من شبرا الباول شنيس عشان يديله 300 جنيه عشان صاحبه. لا بهدلوه ما كانش يستاهل من حد كده في الدنيا. اللي انا طالباه من البص من القضاء اعدامهم الاثنين، اعدامهم الاثنين عشان مالوش ذنب في حاجه، ولا سجاره ولا برشامه ولا اي حاجه ولا شبه الاشكال دي كلها ولا شبه الكلام ده كلاته، مالوش في حاجه. لو في انا رايح شغلي وجاي من شغلي اخره الساعه 9 الصبح، اخره الساعه 9 بالليل، كنا نروح وعلى كده. كان يقعد في بيته، سهرته بيته، سهرته هي بيته مع بنته. لما بنت عندها سنه واربع شهور تتحرم من كلمه بابا كده، يحرموه من كلمه اللي ملحقش حتى يسمعها، ملحقش يتهنى بيها. بهدلوه جوزي متبهدل، انا نفسي يتبهدلوا زي ما جوزي اتبهدل. اعدامهم الاثنين، اعدامهم الاثنين. نرجع للام المكلومه على ابنها واللي فقدت ابنها وظهرت حياتها وظهرت شبابها واللي كان الوحيد ليها. احكي لي عن محمد. محمد حنيت الدنيا كلها فيه. انا متطلقه من ابوه بقالي 17 سنه، هو من صغره كده شغال معايا في المزرعه، وليلى هو اللي برضك تعب وشقي معايا في جواز الاثنين بنتين، وما كملش ياسمين الثالثه كاتبه شيك عند احمد الوكيل هنا، هو كاتب معايا. لا كاتب معايا لعند الوقت
يعني من صغره تعبان وشقيان، هو ساكن في شبر يعني مش قاعد معايا هنا. بس محمد دي نور عيني، بس كان بالقرب منك، كان رايح جاي عليك يا امي. جالي نهار العيد وتاني يوم العيد وتالت يوم ورابع يوم بقى قبل ما هو يوم الحادثه دي اتصل عليا ياسمين وقال لها انا جاي اعرض لك ايه لنا. بقى؟ اه اتصل عليها اخر مكالمه، انا كان لسه اسمع بينك وبينه. قال لك ايه؟ كلم اخته، ما كلمنيش انا، وقال لها قولي لامك. اخر وقت كلمك فيه كان بيتكلم معاكي في ايه ولا بقول لك ايه يا امي؟ اخر وقت بقول لي يما قولي لاي اختي متجوزه، كان كانت متجوزه بونج النور ما حصلش نصيب، جوزت ابن خاله، خلي ايه يما تعيش بقى اه عشان ما حدش ايه يسمع حسين. يعني جاي برضك بيوسع على اخواته البنات. محمد دي كان اخويا وابويا واخو ودنيتي كلها، يحرموني منك ده ثانيه. لا مين اللي هيخش علي؟ مين اللي هيخش على ولا مين اللي هيودني؟ مين اللي هيوديني من بعد؟ كفايه لما كنا بقى نايمه في الاوضه كده واقول له يا محمد في ثانيه يجيلي، في ثانيه في ثانيه يجيلي، انا عاوزه حق ابني محمد دي. حتى عمره يا ريت افتكرت منه حاجه اشتمه مره يرد عليا. حنيه الدنيا كلها وادب الدنيا كله في محمد، عمره ما زعلني مره وشال الهم وهو من صغره معايا. انا عاوزه اشوف حق ابني، حق ابني زي ما هم موتوه وعملوا في كده يتعمل فيهم كده، ارتاح ودم دي يبرق. ربنا يرحمه يا امي، ربنا يرحمه يا رب ويصبركم، وان شاء الله حقه يجي يا رب. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي مباشر من مصر، جريمة قتل بشعة سطرت احداثها داخل مركز اجب بمحافظة الدقهلية. محمد حامد عمره 24 سنة، متجوز، عنده طفلة عمرها سنة وثلاث شهور. شاف اتنين اصحابه قاعدين من غير شغل، اخدهم معاه، هو شغال سواق في مصنع بيحمل زيت وسكر وبيبيعه بالجملة. في الوقت ده لقى اتنين اصحابه مش شغالين، اخدهم معاه عشان يشغلهم وعشان يكسبوا بالحلال معاه. راحوا اشتغلوا معاه في اليوم ده، لقوا معاه حمولة كبيرة قيمتها تقريبا 200,000 جنيه، راحوا مع محمد نزلوها واستلم محمد الفلوس. طمعوا في الفلوس، قتلوا محمد في قرية قريبة منه هنا، دبحوه جرح ذبح بالرقبة زائد طعنة أخرى بالرقبة، وأخدوه من داخل القرية هنا في العربية اللي شغال عليها وألقوه بمركز سمنود بمحافظة الغربية. الزوجة كانت في حالة ذهول وفي حالة انهيار، لأن جوزها ما كانش بيسهر بره البيت بعد الشغل، كان على طول محمد من بيته لشغله ومن شغل لبيته، ولا سجارة ولا صاحب ولا قهوة ولا أي حاجة. ده اللي خلى الشك يدق في قلب زوجته. الزوجة لما قلقت على محمد أكتر وأكتر راحت له الشغل الساعة 3 بالليل تدور عليه، ما لقيتش محمد، صاحب الشغل مش عارف يوصل للعربية، راحت مركز الشرطة. طبعا ما ينفعش يتعمل محضر غير بعد 24 ساعة، ولكن الزوجة فضلت مصممة إن زوجها في خطر عليه، وبالفعل أخذ صاحب الشغل يعمل محضر باختفاء السيارة واختفاء العهدة اللي كانت مع محمد. وفي الوقت ده جابوا الاتنين اللي كانوا شغالين معاه اللي بتشديد السؤال عليهم أقروا بأنهم ذبحوا محمد واستولوا على المبلغ المالي اللي كان بحوزته. الأهل هنا والأسرة بيطالبوا بالقصاص العاجل العادل، قتل مع سبق الإصرار والترصد لإنهاء حياة محمد. فكرهم وخططهم، طلعهم قتلهم، أخدوا الجثة رموها في مكان تاني لإخفاء الجريمة، استولوا على المبالغ المالية، ومن هنا كانت الجريمة اكتملت بالنسبة لهم. جم لما الزوجة سألتهم قالوا ما شفتناش حاجة، ما نعرفش حاجة، ما نعرفش راح فين. ولكن لما الشرطة أخدتهم وبسؤالهم اعترفوا بالجريمة كاملة. جريمة قتل بشعة تشهدها قرية بقطارس للمرة الثانية داخل محافظة الدقهلية في أسبوع واحد بمركز أجب بمحافظة الدقهلية. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع مباشر من مصر، بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.